بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعترته والصالحين أجمعين، وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الطالبون والطالبات، مرحبا بكم جميعا إلى الحصة الجديدة للتطبيقات العربية. نحن اليوم نتعلم كيف نتناقش عن الموضوع المهم عنوانه الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. هذا هو موضوع مهم، موضوع معين بالنسبة لنا جميعا، لأننا متعلمون ولأننا علماء الغد، فلا بد علينا أن نتعلم وأن نتعرف وأن نتحدث وأن نتكلم وأن نتناقش في مثل هذا الموضوع. فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبإذنه، اليوم نتعلم كيف نتناقش، كيف نتحدث، كيف نناقش في هذا الموضوع المعين. وانظروا أيها الطلبة، عنوان موضوعنا اليوم الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. العصر الحديث معناه العصر الراهن، العصر الجديد الذي نعيش فيه. جميل. الدعوة الإسلامية معناه دعوة الناس إلى الدين الإسلام، ونبشرهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى بالبشارة العظيمة، وننذرهم ونأمرهم بالمعروف وننهي عن الله وننهاهم عن المنكر وما إلى ذلك من الأمور الإسلامية الدعوية الفكرية. انظروا، هناك كثير من النقاط نستطيع أن نقول ونتحدث عنها في مثل هذه المناقشة. أولاً، الدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم ومسلمة. من آمن بالله وبرسوله وبكتبه وملائكته والأنبياء والمرسلين واليوم الآخر وخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى، فالمسلم والمسلمة ذكرا أو أنثى، الدعوة الإسلامية واجبة على كلهم جميعا. الدعوة الإسلامية، فالنقطة الأولى الجديدة والجميلة، الدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم ومسلمة. لا مسلم آنم بنم إسلامي പ്രബോധനം നിർബന്ധമാണ്, എല്ലാവരും അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം. വാജിബ് അല കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമ. മറത്ത നുഖ്റ അൽനുഖ്ത അലൂല അദ്ദഅവ അൽഇസ്ലാമിയ വാജിബതുൻ അല കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമ. ജമീൽ. ഹുന അൽനുഖ്ത അൽസാനിയ യജിബ് അലൈന അൻ നഖൂമ ബിദ്ദഅവതി അൽഇസ്ലാമിയ ബിൽഹിക്മതി വൽമൗഇദതി അൽഹസന. هذا قد تعلمنا وسمعنا آية من القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا هو النقطة التالية سوف نتحدث عنها فيما بعد. انظروا، يجب علينا، يعني واجب على كل واحد منا، أن نقوم بالدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة معنى التفكر الجميل أو النبوة أو القرآن الكريم وما إلى ذلك من مختلف التفسيرات. وأيا كان الحكمة، هذا هو أمر مطلوب في الدعوة الإسلامية، وليس هذا فقط بل ازداد والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة معنى الكلام الجميل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من الأمور المطلوبة
في الدعوة الإسلامية. فهناك نقطتان تعلمناهما الآن. الأول، الدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم ومسلمة. نحن الآن في جلسة المناقشة، في قاعة المناقشة، فيقول واحد منا: أنت أو صديقك، أنت أو صديقتك، يقول هذه الكلمة عن هذا الموضوع، فنقول: الدعوة الإسلامية واجبة على كل مسلم ومسلمة. في المناقشة نحن نقول هذه الأمور وهذه الكلمات وهذه الاستعالات، ثم نقول: يجب علينا أن نقوم بالدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كلمة من الله سبحانه وتعالى، كلام جميل من ربنا تعالى، يقول في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الطلبة والطالبات، حينما نتناقش لابد علينا أن نأتي بالكلام من القرآن الكريم أو من الحديث النبوية أو من أقوال العلماء الكبار من التابعين ومن الصحابة ومن العلماء العباقرة الذين كانوا سلفا لنا. فهنا قلنا كلاما من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى عن الدعوة الإسلامية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا هو الدعوة الإسلامية في هذا العصر وفي جميع العصور السابقة والآتية، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالعقل وبالتفكر وبالموعظة الحسنة وبالكلام الجميل وبالحياة الجيدة الحسنة. هذا هو النقطة الثالثة في هذا الموضوع. على سبيل المثال، هذه فقط نقطات، ولكن عليكم أن تبسطوها وأن تفصلوها وأن تتبينوا فيها وتبينوها وتقولوها أمام أصحابكم وأمام صديقاتكم وأمام أصدقائكم وأخلائكم، ثم تشاركوا مع أساتذتكم بإذن الله وتوفيقه إن شاء الله. ثم نقول النقطة الرابعة: للدعوة الإسلامية وسائل وطرق مختلفة. هذا هو كلام جميل نقولها. الدعوة الإسلامية في هذا العصر، ربما أنت تتفكر كيف كانت الدعوة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وفي عصر التابعين ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي عصر الإمام الغزالي، وفي عصر الإمام النبوي، وفي عصر الإمام الأكابر قطب الأقطاب الشيخ عبد القادر الجيلاني، وفي عصر الإمام الشاذلي، وفي عصر الإمام أحمد الكبير الرفاعي، وفي عصر الإمام شاهي الهميد الناغوري، وما إلى ذلك من كبار المعلمين وكبار المتصوفين، كيف كانت الدعوة في عصورهم. وفي هذا العصر للدعوة الإسلامية وسائل وطرق مختلفة. وسائل معنى طرق، أيضا هذا معنى مفيد ومعنى وحيد، يعني هناك كثير من الطريق مختلفة في هذا العصر: واتساب وفيسبوك، ثم نستعملها وتويتر وإنستغرام، وسائل، هذه وسائل. على سبيل المثال، نحن نتمكن الدعوة الإسلامية أن ندعو الإنسان، أن ندعو الناس جميعا ولو كان أي مذهب، في واتساب وفي فيسبوك، لأن هذا مجال يجتمع فيه كثير من الناس. فللدعوة الإسلامية وسائل وطرق مختلفة، فاستعمال هذه الوسائل واستعمال هذه الطرق المختلفة واجب علينا للدعوة الإسلامية في هذا العصر الراهن الذي نعيش فيه، ولا نستطيع أن نتركها، لأن معظم الإنسان لا يزالون يحتشدون ولا يزالون يجتهدون ولا يزالون يجتمعون في هذه الوسائل الكبرى المتواجدة في هذا العصر. ثم انظروا أيها الطلبة إلى النقطة التالية: أعظم وسيلة للدعوة. أعظم معنى أكبر،
أكبر وسيلة للدعوة الإسلامية هو أن نعيش حياة مثالية. هذا هو نقطة رائعة نتعلمه في هذه المناقشة ونقوله ونتحدث عنه، لأن الحياة المثالية هذا هو أمر مطلوب في هذا العصر الذي نحن فيه. أعظم وسيلة للدعوة هو أن نعيش حياة مثالية، حياة مثالية، الحياة التي لا مثيل لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة مثالية، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا والتابعين ومن تبعوهم بإحسان كانوا يعيشون حياة مثالية. فالحياة المثالية هذا هو أمر مطلوب، وهذه هي الدعوة الإسلامية في جميع العصور، لأن كثيرا من المتصوفين وكثيرا من العلماء كانوا يعيشون حياة مثالية، فلهذا أسلم كثير من الكفار وكثير ممن كانوا غير مسلمين نظرا لحياتهم السعيدة ولحياتهم المقدسة ولحياتهم المباركة. فهذا هو الحياة المثالية نطلبها، ولا بد أن يكون منها في هذا العصر. فانظروا إلى النقطة، أعظم وسيلة للدعوة الإسلامية هو أن نعيش حياة مثالية. فحينما نتناقش عن هذا الموضوع، موضوع ما هو؟ الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، لابد علينا أن نتكلم وأن نتحدث. أعظم وسيلة للدعوة الإسلامية هو أن نعيش حياة مثالية. جميل، بارك الله فينا، أن نقوم بالحياة السعيدة المثالية للجميع إن شاء الله. ثم انظروا أيها الطلبة، كان الأنبياء كلهم يقومون بالدعوة عن طريق حياتهم المثالية. جميل، هذا هو تكلمنا اليوم والآن. كان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كل الأنبياء والمرسلين كانوا يعيشون حياة مثالية، فلهذا أسلم كثير من الناس على يديهم. فهذا هو أمر مطلوب للدعوة الإسلامية. في مناقشة نحن نقول هذه النقاط ليس مجرد الوسائل وليس مجرد الطرق المختلفة الموجودة في هذا العصر، بل لابد علينا أن نعيش حياة مثالية للدعوة الإسلامية. فهذا هو مما يحتاج إليه المسلمون في هذه الأيام الراهنة. أيها الطلبة، انظروا إلى النقطة التالية، ومن الوسائل للدعوة، ومن الوسائل للدعوة الإسلامية في هذا العصر استعمال الوسائل الاجتماعية لنشر دين الإسلام. الوسائل الاجتماعية معنى سوشيال ميديا، صحيح، هذا هو نفهم ونعلم ونعرف الوسائل الاجتماعية. ومن الوسائل للدعوة الإسلامية، كيف نقول للمناقشة في مناقشتنا عن هذا الموضوع، الموضوع الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، نقول ومن الوسائل للدعوة الإسلامية استعمال الوسائل الاجتماعية لنشر دين الإسلام. الوسائل الاجتماعية تكلمناها من قبل، واتساب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام وما إلى ذلك من الوسائل الموجودة الجديدة في هذا العصر نستعملها، وأنتم لازلتم تستعملونها في بيوتكم، أنتم لستم في الكلية، فطبعا يكون هناك في أيديكم هاتف، هواتف جوال، هواتف محمولة عندكم، فأنتم تستعملونها جيدا وأنتم تعرفونها على وجه بسيط أكثر من أساتذتكم، فعليكم أن تستعملوها. فأنتم تقولون ومن الوسائل للدعوة، ومن الوسائل الاجتماعية للدعوة الإسلامية استعمال الوسائل الاجتماعية لنشر دين الإسلام. نستطيع ونمكن أن ننشر دين الله سبحانه وتعالى وأن نشيعه في مثل هذه الوسائل الاجتماعية الموجودة في هذه العصر، في هذه العصور وفي هذا العصر الراهن.
ثم النقطة الأخيرة في هذه الحصة الأعمال الخيرية وسيلة أخرى للدعوة الإسلامية. الأعمال الخيرية معنى charity. നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അൽ അഅ്മാൽ അൽ ഖൈരിയ വസീലത്തുൻ ഉഖ്ര, ഹദാ ഹുവ വസീലത്തുൻ ഉഖ്ര ലിദ്ദഅ്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ഫി ഹാദൽ അസർ. ഫഹുനാക മിത്ല ഹാദ കസീർ മിനൽ ഉമൂർ വമിനൽ നിഖാത് നസ്തതിഉ അൻ നഖൂലഹ ഫി ഹാദിഹിൽ മുനാഖശ. ഫഇൻഷാ അല്ലാഹ് നഹൻ നഖ്തിം ഹുന വതഅല്ലംന കസീർ മിനൽ നിഖാത് വലിസ്തിഅമാലത് വൽകലിമാത് വൽഅൽഫാൽ അയ്ദൻ ഫി ഹാദിഹിൽ ഹിസ്സ വഫി ഹാദൽ ദർസ് അൽജദീദ് عن الموضوع المختار المعين للمناقشة الدعوة الإسلامية في هذا العصر الحديث. فأيها الطلبة الأحبة عليكم جميعا أن تكتبوا هذه النقاط التي قلناها الآن, ثم عليكم جميعا أن تستعملوها وأن تطبقوها في كلامكم مع الأساتذة مع الإخوة مع الأصحاب ومع الأصدقاء ومع الأخلاء ومع الصديقات ومع الخليلات. ولا بد عليكم ان تطبقوها اكثر مما تعلمتم الان. كثير من الكلمات عليكم ان تقولوها وان تستعملوها في كلماتكم ان شاء الله. فبمثل هذه الامور وبمثل هذه الكلمات وبمثل هذه التطبيقات اللغويه العربيه تزداد قيمتكم وتزداد لغتكم جمالا ورونقا. فنسال الله حسن الختام ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين الأخيار الذين لهم حماسة كبيرة ونشاط كبير للتكلم. أيها الطلبة, في المناقشة لا حدود للتكلم, أمر مهم في المناقشة لا حد للتكلم. عليكم أن تقولوا أي شيء تريدون مخالفا أو موافقا. أنا أوافق هذا الكلام, أنا أوافق صديقي, أنا لا أوافق صديقي. مثل هذه الكلمات عليكم أن تقولوها في جميع الأوقات في جميع المناقشة طوال المناقشة تستعملونها هذه الأمور وهذه الاستعمالات, ثم تزدادون لغة وفصاحة. فهذا هو أمر مطلوب وحاجة مطلوبة من جانبكم أيها الطلبة, وإلا لا تزداد لغتنا قيمة وجمالا إن شاء الله. وأنا أوصيكم جميعا بالدعاء لأساتذتكم ولمن كانوا عونا لكم في حياتكم وفي مسيرة عيشكم. ولا تنسونا ولا آباءكم ولا أمهاتكم ولا أساتذتكم في صالح دعائكم. تعلموا جيدا ثم تعلموا وتعلموا حتى تكونوا علماء الآخرة, وحتى تتمكنوا أن تتكلموا وتتحدثوا وتتناقشوا في اللغة العربية على وجه سهل لا قيد يقلقكم إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وأوصيكم مرة أخرى بالدعاء, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.